أما أولى فقراتنا اليوم فهي الفقرة الطبية اللي رح نحكي فيها بالتفصيل عن مرض فقر الدم عند الأطفال. كيف ممكن يصير فقر الدم وتطوراته، لأي مدى ممكن تشكل خطورة، كيف ممكن نعالجه، ورحلة العلاج بالتدريج. رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتورة لميا البذنر الاختصاصية بأمراض الأطفال. صباح الخير دكتورة، صباح أهلا الخير، وسهلا فيكي. أهلا فيكي. صباح يسعد الخير، صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا يعني عم فيكي. نحكي عن موضوع كمان كتير بتعاني منه الأمهات، هو فقر الدم عند الأطفال. خلينا نعرف أول شيء فقر الدم من شو بصير، هل من الغذاء أو من شيء تاني، وخطورته ممكن. لما بدنا نحكي عن فقر الدم، بس حنحكي كلمة صغيرة، شو يعني كريات دم حمراء وشو يعني كلمة خضاب، لأنه هي كتير شغلة متداولة بين الأمهات. كريات الدم الحمراء هي واحدة من عناصر الدم الموجودة. بنعرف الدم فيه كريات حمر بيضاء وحمراء وصفيحات. هلأ كريات الدم الحمراء وظيفتها الأساسية هي أنه بتنقل الأكسجين لكل أنحاء الجسم. كل كرية حمراء بقلب منها مركب اسمه الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين مؤلف من أربع سلاسل. هالاربع سلاسل فيها مركب اسمه الهيم وفي بقلبه حديد. مهم كثير، لانه حنسمع كثير هلا نعرف انه في شيء اسمه فقر الدم بنقص الحديد، مشان نعرف كيف بصير فقر الدم. فبكل كريه حمراء في مركب اسمه هيموغلوبين، بكل هيموغلوبين في ذره حديد. هالهيموغلوبين مؤلف من اربع سلاسل، معناته كل ذره هيموغلوبين تحمل اربع ذرات اكسجين. وظيفه هالهيموغلوبين هذا انه ينقل الاكسجين للانسجه، بيرتبط الاكسجين بالحديد، بياخذ ثاني اكسيد الكربون، وهيك كلياتنا عايشين بشكل متوازن. طب لما بيصير فقر دم شو يعني؟ معناته صار عندنا نقص بعدد الكريات الحمر، صار في عندنا قله بايصال الاكسجين للانسجه، ومن هون بتبلش الاعراض. اسباب فقر الدم اما يا اما بيكون عندنا نقص من المصنع الاساسي، كريات الدم الحمراء تنتج من نقي العظام. بحاله نادره ممكن نقول في عندنا فقر دم لا مصنع، بيكون في عندنا مشكله اساسيه بنقي العظام، طبعا هي من الحالات النادره، او بيكون في عنا عوز غذائي او نزوف هضميه بتؤدي لنقص الحديد بالجسم، بالتالي بصير في عنا فقر دم بعوز الحديد. في عنا شكل ثاني من اشكال فقر دم هو بسبب عوز بي 12 وفوليك اسيد، ما كان قبل موجود الصراحه، لانه فيتامين بي 12 موجود بكثره بالمواد الغذائيه، بس مع كل اسف مع الظروف السيئه او مع الظروف التغذويه السيئه اللي نشات للاطفال بهالفتره، بلشنا نلاقي اكثر حالات من فقر دم بعوز بي 12 وفوليك اسيد. بي 12 وفوليك اسيد هن فيتامينين ضروريين كمان لتكوين الكريات الحمر. فاذا صار عندنا ثلاث مكونات اساسيه، الحديد، بي 12، فوليك اسيد، هدول اساسيات بتكوين الكريات الحمر، نقصهم حيعملنا فقر دم. الحاله الثالثه لفقر الدم هي لما بيكون في عندنا انحلال بالكريات الحمر. في عندنا امراض وراثيه مثل مرضى التلاسيميا ومرضى، في عندنا مشكلة أو عيب خلقي بالخضاب من وقت ما بيخلق الطفل. هي شرط وراثي دكتورة؟ طبعا هي حالات وراثية، وبتلتقى خليني أقول بعروق معينة أو بفئات معينة. هي التلاسيميا اسمها فقر دم البحر الأبيض المتوسط، يعني موجود كتير بالبلاد الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، موجود كتير عند الناس اللي هن من فلسطين أو اللي موجودين من الجولان، لأنه المورثة موجودة عندهم كتير. موجود طبعا بكل الفئات، بس بهالفئات هي فيها زواج اقارب اكثر، وبالاساس هو موجود عندهم المرض فبشيع كثير. التلاسيميا او فقر الدم المنجلي هي امراض دم انحلاليه، بيكون في مشكله بالخضاب، الخضاب في له سلاسل معينه، اي تشوه بهالسلاسل بيؤدي لفقر دم انحلالي. هدول المرضى بيعيشوا فترة طويلة على نقل دم متكرر، في لهم اختلاطات كتير كبيرة على المدى الطويل. فإذا بنلخص أسباب فقر الدم بنقول إما نقص تصنيع بحالة فقر الدم لا مصنع، أو لا سمح الله بحالات ورمية مثل اللمفوما وبيضاضات الدم، حالة فقر دم بعوز الحديد، فقر دم بعوز بي 12 والفوليك، والآفات الانحلالية مثل التلاسيميا والمنجلي. تمام دكتورة، إذا بدنا نحكي بالتفصيل كيف هي الأم يمكن تتنبه إنه الطفل ممكن يكون معه فقر دم؟ في كثير أمهات يمكن زينا بيقولوا إنه ابننا بياكل كثير منيح، بس مع هيك التحاليل بتثبت إنه هو مصاب بفقر الدم. خلينا نحكي أول شيء كيف بيتم اكتشافه وشو هي المراحل الخطورة. هلا اشع من شيء من هالحالات اللي ذكرناها هي فقر الدم بعوز الحديد، شائع كثير عند الاطفال. فقر الدم بعوز الحديد اكثر ما يلاحظ من بعد عمر 6 ل 9 اشهر. الفكره انه مخازن الحديد الموجوده عند الطفل عاده اللي اخذها من الام بتكفي لحد عمر 6 شهور. بعد عمر 6 شهور ضروري نحن ندخل تغذيه متنوعه على الطفل، ما نكون معتمدين على الحليب، لحتى نزوده بكثير من المغذيات اللي منها الحديد والفوليك اسيد والبي 12 والكلس وفيتامين د، بس يبقى الحديد على راسه.
لذلك اي ام بتتاخر بادخال التغذيه المنوعه معناته طفلها معرض لفقر دم بعوز الحديد. هلا في نقطة بدي اوضحها للامهات، مو دائما الطفل اللي عنده فقر دم هو طفل نحيف، ممكن تكون الطفل بدين ووزنه كثير منيح مع ذلك عنده فقر دم، وخاصة الاطفال المعتمدين على الحليب، هن اطفال بتلاقي بتوزني الطفل بعمر السنة بتلاقي وزنه 11 12 كيلو، وزنه كثير منيح بس هو لما بعمل له تحليل بلاقي عنده فقر دم بعوز الحديد. أول العلامات الباكرة لفقر الدم هي قلة الشهية والنزق، الاستسارة أو العصبية عند الأطفال. المشكلة وين؟ أنه هون الطفل بيدخل بحلقة مفرغة، وخاصة الأطفال المعتمدين على الحليب وخاصة بعد عمر السنة. هلأ نحن قبل عمر السنة الطفل تغذيته حليب وتغذية منوعة، بعد عمر السنة كمية الحليب يجب ألا تزيد عن 500 ملي بال24 ساعة، يعني كاستين كبار بال24 ساعة. أي كمية حليب بتزيد عن 500 ملي بعد عمر السنة هي نفسها بتعمل نزوف نقطية بالأمعاء وبتأثر وبتزيد فقر الدم عند الأطفال، بالإضافة لفقر الدم الموجود لأنه هو ما دخل مغذيات. طب شو بيصير بهذا الطفل بعد عمر السنة؟ هو معتمد على الحليب، الحليب عمل له فقر الدم، فقر الدم عمل له قلة شهية، قلة شهية رجعت دخلته بفقر دم أكثر. فأول علامة لعوز الحديد عند الأطفال هي النزق وفقر الدم، بعدين منبلش نشوف الشحوب. هلأ هم ملاحظة بدي أقولها للأمهات، الشحوب مو دائما هو لون البشرة، لأنه ممكن يكون الطفل لون بشرته أبيض، ممكن يكون الطفل جاي من برد من برا ولون البشرة أبيض. دائما فقر الدم نتحرى هلأ حديثا عن طريق راحة اليد، لأنه لون البشرة يختلف من طفل لتاني. أحيانا نتحرى عن طريق الملتحمة، كمان الملتحمة ما بتعطينا شيء أكيد، لأنه أحيانا ممكن طفل يكون عنده التهاب ملتحمة والملتحمة محتقنة. فلذلك حديثا أقرب شيء هو نشوف راحة اليد، نحن بنطلع على راحة اليد بدون ما نعمل شد قوي للأصابع لأنه بيعملنا أبيضات براحة اليد، فنحن بنطلع على راحة اليد بنشوف قريب على راحة اليد، هذا شيء تقريبي ليساعد الأم أو الطبيب بشكل يعني مبدئي يعني يكون لونه في شكل قديش في عنا أحمرار براحة اليد وقديش قريب من راحة إيدنا، هذا بيعطينا كل ما كان في عنا شحوب أكثر براحة اليد كل ما قلنا أنه في عنا فقر دم أكثر. طبعا اثبات فقر الدم يتم عن طريق التحليل، وهم ملاحظه لازم ما نعتمد بس على عيار الخضاب، لما بدنا نعمل تحليل بدنا نعمل عيار خضاب، بدنا نعمل عيار حديد المصل وشيء اسمه السعه الرابطه للحديد، لانه كثير احيانا بيكون عندنا خضاب الدم طبيعي بس مستويات الحديد بلشت تنزل، فانا بدي لحق اعالج فقر الدم قبل ما تنزل مستويات الحديد بالدم. فلذلك دائما انا بوجه الامهات انه انا شكيت فقر دم لا تروحي تعملي تحليل لحالك، اسألي طبيبك، لأنه قد يلزمنا عيار الحديد، قد يلزمنا عيار الفوليك أسيد وفيتامين بي 12. هلأ الحديد وين موجود؟ بأي أغذية؟ موجود بكثير من الأغذية، موجود بمشتقات الحليب والألبان كليتا، موجود بالخضار، موجود بالفواكه، موجود باللحوم الحمراء. هلأ خلينا أقول أنه مو كل الناس عم تقدر تأكل لحوم، طيب موجود بالعدس، تمام؟ موجود بكثير شغلات نباتية، بكل شيء، أوراق خضراء، بالسبانخ، بالخبازة، مثل ما قلت بالعدس في نسبة كتير منيحة من الحديد، معناته أنا عندي كتير بدائل ممكن أني ساعدها تغذويا للطفل بالإضافة للمواد الغذائية. خلينا نحكي على فقر دم مثل ما قلنا بلش يظهر أكثر على السطح، هو فقر دم بي 12 عوز الفوليك. هدول الصراحة ما كنا نشوفهم قبل إلا عند الأشخاص النباتيين، يعني اللي ما بيأكلوا لحوم أبدا، ما بيأكلوا مشتقات حليب وألبان، بلش هلا يظهر أكثر، لأنه مثل ما قلنا كثير أطفال صار في عندهم مشكلة غذائية، ومثل ما حكينا قبل كثير أطفال الأم ما بتدخلهم تغذية متنوعة، والطفل بيبقى معتمد على الحليب بس، والأم بالنسبة لها بتلاقي كثير أسهل، أوكي بكي تعطيه ببرونت الحليب هي أسهل لها، وما بتحاول تعمل يعني محاولة مع طفل إدخال أغذية منوعة. فقر الدم بعوز بي 12 الفوليك أسيد سيئتهم أنه ممكن يعملوا بتطورهم بيأثروا على التطور اللوحي الحركي، ممكن يعملوا تأخر بالتطور الحركي، وبيأثروا على الذكاء، بيأثروا على النمو. كتير على النمو طبعا. هلأ فقر الدم على المدى الطويل بيأثر على النمو كتير، ليش؟ لأنه نحن قلنا أنه وظيفة الكريات الحمر هي نقل الأكسجين لكل الأنسجة، فإذا أنا عندي فقر دم على فترة طويلة معناته صار عندي نقص مزمن بنقل الأكسجين للأنسجة، معناته صار في عندي فشل نمو، وحدة هي كمان من علامات فقر الدم على المدى الطويل. فقر الدم على المدى الطويل ممكن يأثر على القلب، لأنه نحن مثل ما قلنا صار في عنا نقص بكريات الحمر، صار في عنا معناته نقص خليني أقول بالجيش اللي بينقل لي الأكسجين. طيب القلب شو بده يعمل؟ القلب حيتسرع،
حيزيد عدد دقات القلب، حيصير في عندها خفقان، هي كمان من علامات فقر الدم، حيصير في عندي تسرع قلب لانه القلب عم يعاود. دائما اي شيء بينقص بالجسم الجسم بيعاود، بيعاود لفتره بعدين بتنكسر المعاوضه. لذلك واحده من العلامات الباكره هي الخفقان، تسرع دقات القلب. القلب بيزيد عدد دقات القلب لانه بده يزيد كميه الدم اللي عم يضخها للجسم لحتى يعاود فقر الدم الموجود. هلا نحن القلب بيعاود لفتره، بعدين اذا ما تم التزويد بالحديد او احيانا اذا اضطرينا ننقل دم، القلب حيدخل بقصور قلب، بوصل القلب لمرحله ما عاد في يعاود. لذلك كثير احيانا نحن اطفال بيصلونا على الاسعاف بخضاب 4 أو 5، هدول ممكن كثير يكونوا داخلين بقصور قلب وبيكونوا جايين بشكل كثير اسعافي. هدول بنلاقيهم اما بمرضى عندهم فقر دم عوزي، يعني اما عندهم عوز حديد، اطفال مهملين، مهمله تغذيتهم كثير، او بنلاقيهم بافات الدم الانحلاليه مثل التلاسيميا والميجلي، هدول لانه مثل ما قلنا بيعملوا نوب انحلاليه صحيح. شديده كثير على المدى الطويل. نعم. كمان دكتوره اذا بدنا نحكي عن رحله العلاج، يمكن اول خيار ممكن تاخذه الام بعد استشاره الطبيب اذا بتوافق طبعا دكتوره، انه يكون الفيتامينات المليئه بالحديد اللي هي بتكون كتعويض مع بعض الارشادات حول الاغذيه والاطعمه. خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالذات، كيف عم بتكون رحله العلاج؟ قد ايه مدتها لحتى ممكن يستعيد الطفل شوي من عافيته، لونه يعود لحياته الطبيعيه؟ يعني اول شغله مثل ما قلنا بدنا نشخص السبب، بدنا نشخص السبب. احيانا نكتفي بتحليل كثير بسيط، واذا كنا نحن بنتوقع انه الطفل واحد من الفئات مثل ما قلنا اللي بالاساس هن من اصل فلسطيني او من الجولان، هن معرضين لافات دم انحلاليه، او عائلات عندها مرض تلاسيميا ميجلي، هدول لازم اعمل لهم دراسه كامله، يعني بعمل لهم خضاب، بعمل لهم حديد، بعمل لهم شيء اسمه رحلان خضاب، لانه مو كل الناس بصير اني اعطيهم حديد. هدول المرضى ما لازم اعطيهم حديد لانه هن اساسا بسبب الانحلال الشديد حيترسب عندهم الحديد بالجسم، فما لازم اني اعطيهم حديد. هون ملاحظه كثير مهمه بحب اقولها للامهات، مو كل طفل عنده فقر دم تعطيه حديد، لانه الحديد بغير استطبابه ممكن يكون مضر. فاذا اول شيء انا بدي شخص سبب فقر الدم، بدي اشوف ليش عنده عوز حديد. يعني انا لقيت طلعت اخذت قصه للطفل، بنرجع بنقول دائما القصه السريريه هي الاساس بعمل الطبيب. اخذت قصه للطفل لقيت تغذيته كثير منيحه، طيب ليش عنده فقر دم بعوز الحديد؟ بدي ادور عنده يا ترى انتان بالجياردية لامبليا، هي وحده من انواع الديدان اللي هي يعني خليني اقول بتتمسك بالامعاء الدقيقه وبتعمل نزوف على الامعاء الدقيقه، معناته انا احيانا ممكن كثير مضطره اني اعمل فحص براز. فاذا انا اول شيء شخصت نوع فقر الدم، بناء عليه بدي اشتغل. اول شيء مثل ما قلنا اذا الطفل عم ياخذ كميات كبيره من الحليب بدي اقلل كميات الحليب، بدي ادخل تغذيه متنوعه تحوي كل شيء مصادر غنيه بالحديد، الخضار، الورقيات، الفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء، العدس، كل شيء تغذيه ممكن تدعم الطفل. احيانا بدي انتبه انه هدول الاطفال اللي عندهم فقر دم بعوز حديد بيكون عندهم اسمه شيء اسمه بيكا، شهيه شاذه. يعني شو هدول الاطفال بياكلوا تراب، بيحطوا دهان، بياكلوا دهان، احيانا بياكلوا ورق، هدول بيكون عندهم عاده سبب البيكا هو فقر دم بعوز الحديد. تناول هالمشتقات هي بيزيد من فقر الدم وعوز الحديد. واحيانا الاهل الصراحه بيخجلوا انه يعني يحكوا هالقصه، فضروري كمان نسال الطفل، اهل الطفل، انه اذا الطفل عنده شهيه شاذه. هلا العلاج حسب التشخيص، اذا قلنا في عندنا فقر دم بعوز الحديد بدنا نعطي مركبات تحوي على الحديد، في مركبات كثير بالسوق، في عندنا قطاره، في عندنا شراب. بدنا ننتبه دائما انه ما ناخذ مجموعه الفيتامينات التي تحوي بس حديد، لانه كميه الحديد فيها بتكون موجوده. عاده جرعه الحديد العلاجي هي 6 ملي جرام على الكيلو، يعني انا عندي طفل وزنه 10 كيلو معناته بدي 60 ملي جرام، تمام؟ معظم مشتقات الفيتامينات اللي تحوي بس كمية قليلة من الحديد هي فيها على الأقل 15 ميلي جرام، معناته ما بتكفيني، معناته أنا بدي أخذ مشتق يحوي على حديد بشكل صافي. طب شو التوصيات بدي أعطيها للأم؟ أول شيء طعم الحديد مو كتير مستحب عند الأطفال، فكتير أحياناً بنصح الأم تعطي جرعة الحديد مع شيء يحوي على فيتامين سي مثل بردقان أو كرمنتينا، لسببين. أول شيء بتخفف من طعم الحديد، الشغله الثانيه وجود فيتامين سي بيعزز من امتصاص الحديد بالامعاء، معناته انا استفدت اكثر من العلاج. بدي نبه الام انه الحديد عند اطراحه بالبراز بيعمل لون اسود، فبتجي الام مرعوبه انه لون برازي اسود متخاف، تمام؟ احيانا ممكن يعمل تصبغ بالاسنان، فبدنا ننبه الام انه بده دائما الطفل يشرب كميات كبيره من الماء بعد ما ياخذ جرعه الحديد. علاج الحديد هو 6 شهور، تمام؟ ما بعيد الخضاب لبعد شهر. هلا بعد شهر بتلاقي الام انه الخضاب تحسن،
تيجي لحالها بتوقف علاج الحديد. انا ما لازم وقف علاج فقر الدم بعوز الحديد لمده 6 شهور، بعد شهر تحسن الخضاب، شهيه الطفل تحسن، حيويته تحسنت، ولكن انا لازم كفي علاجي 6 شهور لحتى اعبي مخازن الحديد الموجوده بالجسم، ما ارجع او اعرض الطفل لفقر دم بعوز الحديد لاحق. اذا شخصنا فقر دم بعوز بي 12 او فوليك اسيد، في بعض حالات نضطر انه نعطي ابر بي 12، وخاصه طفل اذا عنده اعراض عصبيه، عنده رنح، عنده اعراض عصبيه، فبعطي ابر بي 12 ببروتوكول علاجي. شو رنح يعني؟ عفوا ما رنح. الرنح يعني هو الطفل لما بيوقف بيكون مانو متوازن تمام، او بيكون في عنده تاخر بالتطور الروحي الحركي، فهذا الطفل مباشره بنلاقي كثير تحسن منيح عنده، وخاصه لما بنعالج فقر دم بعوز بي 12. في ابر وفي مستحضراتها كمان عن طريق الفم بتحوي هالمستحضرات. هلا مرضى التلسيميا وفقر الدم المنجلي هن مرضى مزمنين، غالبا الاهل بيكون عندهم طفل معروف وعاده بيعرفوا الخطه. في مركز ضمن العيادات الشاملة بالظاهرة لمتابعة هدول المرضى على المدى الطويل. هدول المرضى عادة بيراجعوا كل 3 أسابيع لتحري الخضاب، بننقل لهم دم بشكل متكرر بحيث نحافظ على خضاب أكثر من الإيداش، لأنه مثل ما قلنا لحتى نحافظ على النمو سوي عندهم، لأنه يعني فقر الدم إذا لم يعالج مع كل أسف قد يؤدي إلى تأخر البلوغ، مو بس بيعمل فشل نمو، قد يؤدي إلى تأخر البلوغ واضطرابات طمسية. معناته أنا عم بحكي على شيء مهم كثير. هدول المرضى تبع التلسيميا والمنجلي يعني يتابعوا على المدى الطويل، لانه هدول بيحتاجوا لنقل دم متكرر. مع كل اسف نقل الدم المتكرر كمان بيعرضهم لاختلاطات ثانيه بسبب ترسب الحديد بالجسم، فهنا بياخذوا مواد خالبه للحديد اما عن طريق ابر بتنحط تحت الجلد او عن طريق علاج فموي. فهدول متابعين بشكل مستمر الحمد لله تعالى، وبيحتاجوا لنقل دم متكرر بشكل مستمر. نعم. بس بيتامل لهم بالعيادات الشامله دائما نقل الدم. طيب خلينا نحكي هلا فقر الدم، هل ممكن انه ياثر على امراض القلب عند الاطفال مستقبلا كمان؟ ما طبعا كل مريض عنده افه قلبيه خلقيه المفروض انه ننتبه اذا عنده فقر دم ونعالجه، لانه مثل ما هو مريض عنده افه قلبيه، وقلنا انه فقر الدم على المدى الطويل بياثر على افات القلب تمام، بيأثر على القلب، فضروري انه المريض اللي عنده آفة قلبية خلقية يكون خضابه على حدود منيحة. الخضاب الطبيعي عند الأطفال هو عند حديث الولادة بين 11 ل 15، احيانا بوصل ل 17، احيانا طفل بيكون عنده شوية احمرار دم بالشهر الاول، بس تقريبا بشكل وسطي عند الأطفال بين 11 ل 14 جرام بالديسيلتر. في ملاحظة هون بدي اقولها، انه احيانا فقر الدم عند الأطفال ممكن يخلينا نسمع صوت غير طبيعي بدقات القلب. يعني أحياناً الطبيب لما بيسمع دقات القلب بيسمع شيء اسمه نفخة. شو يعني؟ يعني حنسمع صوت غير طبيعي بدقات القلب بيسمع الطبيب بالسماعة. أحياناً بيحيل الطبيب على طبيب قلبية، بيكون هاي القصة بس بسبب فقر الدم. فلذلك كتير أحياناً ممكن نحول طبيب لمريض قلب، لأنه نحن سمعنا صوت غير طبيعي بسبب دقات القلب، والصوت هذا بيكون بسبب فقر الدم. هذا دليل مثل ما قلنا أنه القلب تسرع وزاد من قوته لحتى يزيد ضخ دم أكثر، وعلاجه بيكون بس بعلاج فقر الدم. تمام. دكتورة، إذا بدنا نحكي عن أهم الأخطاء الشائعة يلي حضرتك بتشوفيها كتير بين الأمهات، ويمكن بتصرف شخصي منهم بيؤدي يمكن لتفاقم المشكلة، مثل ما قلنا أول شيء هو عدم إدخال التغذية المنوعة بعمر 6 شهور. في شيء ثاني، انه نحن بعد عمر 9 شهور بنسمح للطفل بطعام المنزل، فالام بدون ما تحس هي نحن بنقول لها طعميه من اكل البيت، يعني انت شو طابخه الظهر طعميه؟ فالام بتنتبه يعني ببالها انه ابنها كبر، فبتيجي بدها طعميه، ما بدها تطحله الاكل على الخلاط، فبتيجي بدها الطعميه من اكل البيت. بنلاحظ انه هي بالنهايه، لنفترض انه هي عامله بازيلا ورز مثلا، دائما انا بحب اضرب هالمثل لانه هي من الاكلات الشائعه، فبتيجي الام تعطيه رز ولقمتين هيك نسرات من البازيلا او اللحوم، بتقول انه ابني كبر ما بدي اخلط له على الخلاط، هو فعليا لسه يا دوب هلا بزغوا الاسنان. فانا بحب نبه الامهات هون انه لما بدك تعطي الطفل تغذيه منوعه بدك تطحنيها او تعطيها قابله لتناول الطفل لحتى الطفل يقدر ياكل كل المكونات. يعني انا لما بسمح للطفل من اكل المنزل، معناته انا بدي الطبخه بكل مكوناتها، بالرز، بالخضر، باللحمه، بكل شيء مكوناتها. فانا لازم اعطي الطفل تغذيه منوعه، ما اعتمد انه رز ولبن، معكرونه ولبن، هالقصص هي كلياتها. الشغله الثانيه، لا يجوز تناول الحديد بدون استشاره الطبيب. لانه مثل ما قلنا ما في شيء اسمه توصيات انه اي طفل عمره 6 شهور اعطيه حديد بدون ما
بدون استشارة الطبيب، حتى إعطاء الفيتامينات بدون مبرر على المدى الطويل ما في له داعي. إذا طفلك وزنه منيح، تغذيته منيحة، مقاساته منيحة على وزنه وطوله على الحدود المثالية، ليش بدك فيتامينات؟ أمني له هالشيء هذا عن طريق التغذية الطبيعية. أنا بحب دائما أنه تغذية الطفل تكون من المنزل، ما نعتمد على شيء صناعي. دائما بنحكي على الأكلات الطيبة للأطفال، على الشيبسات وهالقصص هي كليتها. مسموح أنه الطفل يأخذ إلى حد معين من أكلات الأطفال، الشيبس والبسكويت والشوكولا، ولكن بشرط ألا تتداخل مع الوجبات الغذائية. أنا لو عطيت الطفل قطعة شوكولا أثناء وجبة الغداء فهو فعليا أخذ الكالوري وشبع. فأنت دائما لازم يكون في تحديد لهالقصة هي بين تناول الوجبات. دائما ننتبه أنه النزق عند الطفل قد يكون وراء فقر دم، الشحوب قلة الحركة عند الطفل قد يكون وراها فقر دم. إذا لقيت طفلي ما له عاملين ما بدي انتبه أنه عمل فقر دم. والشيء الثاني أنه ما تروح الأم تعمل تحليل لحالة بدون ما ترجع للطبيب. وأبعد الله عنا الفقر بكل أنواعه، فقر دم وكل أنواع هي أحلى كلمة دكتور. أكيد يعني دكتورة المعلومات جدا مهمة، حاولت تقربي لنا إياها بطريقة مبسطة، وهذا الشيء اللي كلياتنا نحن بنسعى له. فبدي لك شكرا كثير دكتورة، ومثل ما قلتي الله يبعد عنا الفقر والله يحمي أطفالنا كلياتنا. شكرا لك دكتورة. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودك معنا وعلى هالمعلومات اللي أعطيتينا إياها. وعن جد لازم الكل ينتبه، فقر الدم كمان ما أنه أي مرض هين. شكرا لك. شكرا كثير لكم.